بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة تالت ماسك من ماسكات العيد أو سلسلة ماسكات العيد. ماسك بتاعي النهاردة هيخلي بشرتك زي البدر المنور. أول حاجة بينفخ الخدود وبيعمل توريد للبشرة، ده غير ان هو بيشد البشرة وبيعالج أي تجاعيد عندك أو خطوط رفيعة، بيديكي نضارة لو عندك اي تصبغات بيشيلها، ده غير ان هو كمان يعني من الماسكات اللي لو استخدمتيها استحالة ابدا تستغني عنها. يلا بينا نبدأ ونشوف اول مكون معايا. اول مكون يا بنات هيكون الخميرة الفورية، هاخد منها معلقة. طبعا الخميرة اول حاجة بتساعد على التخلص من الحبوب واثرها، ده غير ان هو بتعالج التجاعيد وبتديك نضارة للبشرة، وكمان بتساعد على نفخ وتوريد الخدود. طب المكون اللي بعد كده يا بنات هيكون الحلبة المطحونة. طبعا كلنا عارفين ان الحلبة من الحاجات الحلوة جدا اللي بنستخدمها في تسمين ونفخ الخدود، وكمان من اهم مميزات الحلبة ان هي بتشد البشرة وبتعالج اي خطوط عندك او تجاعيد. طبعا المكونات دي كلها هنخلطها بايه يا بنات؟ هنخلطها بالحليب او اللبن السائل، هاخد كده معلقتين وهبدأ أقلب المكونات دي كلها لحد ما يندمجوا مع بعض. خلاص يا بنات كده أنا قلبتهم مع بعض بالشكل ده، هرجع أضيف عليهم بقى معلقة صغيرة من زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا من أحلى الزيوت اللي بتديكي نضارة للبشرة، طبعا بتجيبيها من عند العطار تبقى موجودة عنده كل أنواع الزيوت. دي العلبة اللي أنا اشتريتها، هقلبهم كويس كده مع بعض. طبعا بيدي نضارة وتفتيح، ده غير ان هو كمان بيعالج الخطوط الرفيعة. لو احنا حسينا ان الماسك تقيل معانا هنزود لبن عادي زي ما احنا شايفين كده، هزود شوية لبن وهقلبهم كويس مع بعض تاني. خلاص يا بنات قلبتهم كويس جدا مع بعض، وده القوام اللي انا هفرده على بشرتي بالشكل ده. هقول لكم ازاي بنستخدمه. اول حاجه لازم تشطفوا بشرتك كويس جدا بميه دافيه علشان نفتح المسام وننشفها كويس، وبعد كده هناخد من الماسك ده افرديه على البشرة وسيبيه ربع ساعة، بس اهم حاجة ما تجيش جنب منطقة الانف خالص يا بنات، لانه لو انت استخدمتيه على الانف بيعمل على تكبير الانف. طيب وبعد كده بعد ما تسيبيه ربع ساعة على طول بتشطفيه بمية فاترة، وبعدين بعد كده بتجيبي مية ساقعة او مكعبات تلج بتمشيها على البشرة وترطبي بشرتك باي كريم مرطب انت بتحطيه على بشرتك. بنستخدمها كم مرة؟ بنستخدمها مرتين في الأسبوع. حلوة جدا، جربوها قبل العيد هتشوفوا النتيجة حلوة جدا جدا يا بنات، توريد تفتيح للبشرة، كمان تسمين للخدود وشد للتجاعيد والخطوط الرفيعة. من أحلى الماسكات اللي ممكن تستخدموها. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك، ولو كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير والسلام عليكم.